هناك من يقول أن الكبت الموجود في المجتمعات الدينية مسبب من مسببات الانحراف، فالكبت يولد التمرد، وكل ممنوع مرغوب، بينما الانفتاح يؤدي للاتسام بنحو من أنحاء المسؤولية. يعني شيخنا بالمختصر أن الانحراف الموجود سبب أنتم، لأن أنتم تكبتون الناس فالناس انحرفوا. فما هو تعليقكم؟ المفروض نقول لهم انحرفوا ما منكبتكم. احنا خلنا نجيب ثلاثة أمور: دين وعلم وتجربة. الدين يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا عرفوها عفيفة ما حتحرش بها. إذا القرآن يقول إذا جت مظاهر عفة راح التحرش. تجرب العلم، عندنا الدكتور كارليل في كتابه الإنسان ذلك المجهول، كتاب معروف موجود، يقول عندما تتحرك الغريزة الجنسية لدى الإنسان تفرز نوعا من المادة التي تتسرب بالدم إلى دماغه وتخدره، فلا يعود قادرا على التفكير الصافي. قل لي أنت سويت لك مشكلة وش قد ليش بتحرش؟ قال والله يعني صراحة شفتها كذي ما فكرت وش بصيرني ذاك الوقت. ما يصير تفكير، تغلب الشهوة يضعف عقل، كذي الحق القصة. هذا دكتور. نجي للتجارب الإحصائيات. إحصائية تقول أمريكا تمثل أعلى معدل لجرائم الاغتصاب. ما في كبت، كل بنات يطلعون بدون يعني لباس إنساني مو بعد شرعي. أعلى معدل اغتصاب في العالم، بعد 30% فقط اللي يبلغون عنهم. إحدى مدن أمريكا مكتوب ستايل 50% من النساء ما يطلعون بالليل من الاغتصاب والتحرش. أكثر بلد زنا المحارم الولايات المتحدة. جريدة الشرق الأوسط 75% من الأزواج في أوروبا يخونون زوجاتهم، والنساء يخن بدرجة أقل. وفي كثير من الأحيان كل يعرف بالآخر لكن شعارهم اسكت أسكت عنك. فإذا نحن نقول الكبت هو سبب التحرش، إنزين والسفور سبب الاغتصاب مو التحرش، سبب الخيانات الزوجية. هل نقبل؟ إذا كل واحد يشوف كل يوم بنت أحلى من زوجته، ووحدة تشوف كل يوم رجال يتحرش بها أحسن أحلى من زوجها وألبق، وش بيصير؟ هذا كلام ما أقول خير. خلنا نجيب بعض الأمور الأخرى أيضا. تقول أسماء فهمي كانت تعمل بوزارة المعارف في مصر، راحت أمريكا رحلة رجعت قالت إن الأمريكيين يرون الآن أن الاختلاط يشغل الفتيات عن الجد والنشاط العلمي بالملابس والزينة بتتكشخ وما إلى ذلك مما لا يفكرون فيه عندما يفتقدون الفتيان. إذا بروحهم في الجامعة ما نحتاج تتعدل كل يوم، إذا يلز أولاد همها في زينتها أزيد من درسها. طبعا مديرة كلية ما أعرف أرفضها تشلين تنهام ما أدري اسمها في بريطانيا أنزين، تقول أن على الآباء أن يأخذوا في اعتبارهم التعليم غير المختلط عند إلحاق بناتهم بالدراسة، وإن أكثر النساء نجاحا اليوم هن اللائي تعلمن في مدارس مخصصة للبنات فقط. حركة نسائية في ألمانيا تطالب بالعودة إلى الفصل في التعليم. هذه دراسات وتجارب وموجودة عمليا. لو سألناكم هل الغرب خالي من التحرشات والاغتصاب؟ ما في كبت وخالي، لأن الغريزة موجودة في الإنسان العربي والإنجليزي، وما يحركها تجعل من صاحب الغريزة يتمرد ويتحرش وقد يغتصب. هذه موجودة، تحرش حتى في الكنيسة مو بعد في الطريق، هذا الشيء موجود لأن غريزة موجودة. وبالتالي الطريق الصحيح الإشباع المحلل وأحكام العفة. أنا ذكرت في شهر في المحاضرات أن الإسلام لما طبق أحكام العفة ما أحد زنى، اللي زنى لما زنى ما اسمه ما عز ما أدري اسمه جل النبي قلت طهرني، النبي عرض بوجهه مو قادر ينام كذي تربوا علاقة مع الله ما يبيزني. فالإسلام إذا ناخده كامل يقضي على الجريمة، ما قال لا تزنون، قال ولا تقربوا، مقدمات ما فيه. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ها وش تكملة الآية؟ ويحفظوا فروجهم. الإمام الصادق يقول هذا الفرج المقصود النظر الحين. ليش؟ لأن النظرة حركت الشهوة وصلت له، فاللي يبي يحفظ فرجه يبدأ بالنظرة يغض البصر.